بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من أراد العدوان. ولقد أرسلنا، تم ذلك ولو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآية، لكن المسألة وقعت وذكر الله كما وقعت بإذنه وقدرته. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، جينيراسيون أبري جينيراسيون، أو نوريو من أوكسيدون أو نوريو سود، إلى أمم ربما 7 أراضين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني كل ما هو فيه بؤس وشدة وتعاسة أخذهم الله بها، يعني أي نوع من العذاب، وخاصة المباغت والأليم جدا أخذهم الله به. هل هناك شيء آخر يقدر ربي باش يأخذ به ويأخذ منهم المعاصرون لنا؟ وربي يحب يسوقنا احنا شهداء بضربة من السماء أو ضربة من تحت الأرض أو ضربة بتسوماني جماعي، نسأل الله السلامة. المفيد احنا شاهدين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبحق هاتين الشهادتين نعيش بفضل سبحان الله سبحان الله سبحان الله.